بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في يوميات أسرة بسيطة. النهاردة فيديو إن شاء الله هيكون مفيد لناس كتير. فيديو استخدام أو أكتر من استخدام لمنظم الكحك والبسكوت. فبعد ما خلص العيد قلنا نستخدم، وخلاص خلص البسكوت الحمد لله بألف هنا وشفا، قلنا نستخدم المنظمات دي اللي هي كانت في الكحك والبسكوت، نستخدمها استخدامات تانية بدل ما نرميها، خصوصا ان هي متقسمة بطريقة حلوة جدا. فانا قلت هستخدمها لأكتر من استخدام. نبص مع بعض كده ونشوف اول استخدام هيبقى ازاي. اول واحد، اول فكرة او اول استخدام لمنظم الكحك والبسكوت، ممكن احطه في درج السراحة واحط فيه الميك اب بتاعي مثلا. يعني مثلا هو متقسم اربعة، ممكن احط مثلا في الجزء ده الروج، دي الحاجات اللي هي الاساسيه يعني اللي انا بستخدمها، ومثلا معاها كونسيلر في الميك اب بتاعي، ما بستخدمش حاجات كتير، فهي دي اللي بحطها. احط مثلا هنا المسكره، الروج، زبده الكاكاو. الناحيه الثانيه مثلا ممكن احط المانيكيرات اللي انا بستعملها، وطبعا الحاجات دي كلها جبتها في المشتريات وموجوده عندكم في فيديو المشتريات. ممكن كمان في الثالثه دي ممكن احط دبابيس الطرحه اللي هي لسه ما استخدمتهاش، واللي استخدمتها هبقى اقول لكم على فكره برضو حلوه جدا ليها لو عايزه تستخدميها يعني، وتبقى سهله عليكي في المكان مثلا على السراحه او حاجه. رابع منظم او رابع وحده فيهم حطيت فيها الحاجات اللي هي الادوات، زي مثلا ملقاط، زي ده كمان ملقاط اهو، زي بتاعه الرموش اللي بتوقف الرموش، مثلا مبرد صغير لو عندك برضو اي مبرد. ده كان مبرد بايد كده بس الايد بتاعته اتكسرت، فحطيته برضو بستخدمه مفيش اي مشاكل. وده كونسيلر، ودي كمان فرشة صبغة شعر بصبغ بيها الشعر مثلا او كده، دي لسه جايباها جديد. وبكده يبقى ده اول استخدام عندنا، ممكن نحطه في درج الايه، في درج السراحة بتاعتنا. تعالوا يلا دلوقتي نشوف الاستخدام التاني. دي بقى الفكرة التانية، احنا برضو ممكن نستخدمه في درج السراحة، لان طبعا السراحة بقى فيها اكتر من درج، او ممكن نستخدمه في درفة من درف الدولاب ونحط فيه الاكسسوارات بتاعتنا. طبعا الاكسسوارات دي بتاعتي انا، مثلا ممكن تحطي فيه برضو اكسسوارات بناتك لو مثلا عايزة تعلميهم النظام او كده، يبقى في الدرج بتاعهم بتاع السراحة ومحطوط برضو الحاجة بتاعته. طبعا انا حتى في المنظم هنا الحاجات اللي انا اكتر حاجات بستخدمها وانا خارجة، يعني اكتر حاجات باخدها وبلبسها على طول، انما اللي مش بلبسها ممكن احطها في مكان تاني، فبحطها في الدرج قدامي. مثلا هنا، هنا مثلا ده بتاع الخواتم، وحتى الخواتم اكتر خواتم بستخدمها وانا نازلة وكده، الحاجات اللي هي يعني مثلا في حاجات مثلا سيلفر زي دي بتليق على حاجات كتير قوي، مثلا حاجة زي دي كده يعني. هنا مثلا حاطة الغوايش والاساور مثلا او حاجة، وعندي برضو حاجات تانية بس دي اللي انا بحب استخدمها. كمان دي مثلا النوعية دي اللي هي الغوايش دي برضو بحبها قوي. برضو في تاني بس انا حقيقة مش حطاهم هنا، بس هم هنا كده ممكن برضو يتحطوا بس بطريقة معينة. حاطة هنا كمان كمالة يعني غويشة، وحاطة عقد، ومعاهم الحلقان اللي انا بستخدمه. انا بستخدمش حلقان كتير يعني، وداني بتوجعني شوية من الحلقان، فمثلا انا بحب الحمصة قوي اللي هو بيتقال عليه حلق حمصة او لولي. عندي مثلا ده، عندي ده كبس، حلق كبس. في برضو ده اللي هو زي خطاف كده، بيتعمل برضو بيتعلق في الودان. مش بستخدم حلقان كتير، فانا حطاهم هنا برضو عشان لو استخدمتهم ولا حاجة بيبقى كده حاجة بسيطة. هنا برضو اللي هو الوحدة الرابعة دي، حط فيها بقى السلاسل اللي برضو بستخدمها، يعني هتلاقوها معظمها حاجات سيلفر وحاجات بتليق على كل حاجة. يعني مثلا دي بيضة فانا بستخدمها برضو على اكتر من حاجة، دي مثلا سلسلة برضو سيلفر كده كوليه يعني. الغرض من الموضوع ان انا اقول لكم ان انتم ممكن تستخدموا المنظم ده في اكتر من فكرة، ومن ضمنها الفكرة اللي هي دي بتاعة الاكسسوارات. نشوف دلوقتي مع بعض تالت استخدام. ده بقى تالت استخدام ممكن نستخدمه فيه. طبعا ممكن نعمل فيه ايه، ده ممكن يتحط في المطبخ او في درج من ادراج مثلا البوفيه او حاجة، زي ما انتي يعني زي ما النظام عندك يعني، كل واحد ايه على حسب بيته. مثلا الدرج ده انا ممكن استخدمه احط فيه ايه، لما الضيوف بيجولي مثلا او حاجة، او احنا لما بنشرب حاجة بنستخدم الحاجات دي علشان نحط عليها كوباية الشاي او المج او كده، فبحطها مع بعض عشان تبقى مكانها معروف لما نيجي مثلا او نقدم لحد
ونحط له في الصينية تحت الكوباية، بيبقى شكلها حلو. ودي برضو نفس الحكاية، بس دي بنحطها مثلا ايه، ممكن نحطها، بس دول جداد فلسه ما حطيتهمش، ممكن يتحط برضو عليهم حاجة اكبر او حاجة. إيه لو مثلا جه عندك ضيوف تحطي عليهم الشفشق او كده، او زي ما انت عايزه، بس هما زي دول بس على اكبر. تمام، بس لسه ما استخدمتهمش بصراحه. إيه برضو دول ممكن كنت جايباهم برضو من فتح الله، إيه او من بيت الجمله تحديدا يعني، برضو اطباق صغيره كده برضو تحطي عليها كوبايه الشاي او القهوه او النسكافيه، علشان تحافظ لك على الازاز او على المفرش اللي انت عندك ما يتوسخش بسهوله. وتحتيه قناة كمان كتير، بس هما في اتنين طبعا بيستخدموهم الولاد وكده، ودول حطاهم هنا. ودي الحاجات بتاعت الكب كيك. تمام، اهي دي مثلا، ده تاني واحد، ده اول واحد، ده تاني واحد. التالت والرابع بقى انا حاطاه للفوط اللي انا لسه ما استعملتهاش. حتى لو انت استعملتيها ممكن تحطيها طبعا بعد ما تغسليها، وتقومي حاطه الفوط بتاعتك اللي بتستخدميها في المطبخ بالطريقه دي. انا لفها رول كده وتحطيها، تبقى منظمه والدنيا منظمه، ومفيش اسهل من كده. دي كانت الفكرة الثالثة، اتمنى يا رب تكون عجبتكم، سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. تعالوا بقى نشوف الفكرة اللي بعدها. رابع استخدام النهاردة، احنا ممكن برضو نحطه في درج مثلا في الحمام، او زي ما انتوا عايزين يعني. شوفوا ممكن تحطوه برضو في اوضه النوم عادي، للاستخدامات الحاجات دي. نحط فيه كل انواع الكريمات اللي احنا بنستخدمها، كل انواع يعني. مثلا هنا حاطه كريم اللي هو بتاع الشمس، اللي لما بخرج بحطه في الشمس، ده مثلا كريم مزيل العرق من ماي واي. هنا مثلا كريم حمام كريم، بس هو خلصان يعني، بس فيه شويه كده. ودي طبعا كريمات ازاله الشعر. في برده هنا كريمات مثلا بتاعه المساج بتاعه الجلد، ده مثلا اسمه كريم مساج، ده حلو جدا للعضلات، كنا برده بنستخدمه. ده مثلا ده اسمه درامازين، ده للحروق، عشان لا قدر الله لو حد اتلسع ولا حاجة يبقى موجود. ودي برضو مراهم وحاجات كنا بنستخدمها، دي برضو كنت بستخدمه انا يعني في فترة معينة، وده برضو نفس الحكاية. فالحاجات دي احنا بنستخدمها، بنخليها عندنا لو حصل اي حاجة او كده، بتبقى برضو ايه، بنستخدمها. فكده انا الاستخدام ده او المرة دي حطيت فيهم الكريمات. تمام، يلا بقى نشوف دلوقتي الاستخدام اللي بعد ده. الاستخدام ده كمان ممكن نستخدمه للحاجات اللي احنا، الادوات اللي بنستخدمها في التجميل، لو تجميل يعني، الحاجات اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي الاعمال اليدويه يعني. مثلا هنا حاطه السلوتيب الالوان. السلوتيب الالوان ده انا بستخدمه في حاجات كتير، في القناه عندي، في القناه وفي البيت لو عايزه ازين حاجه ممكن احطه. ممكن طبعا يتحط فوق يعني، يتحط طبقه تانية وثالثه كمان. تمام، يتحط طبقه تانية وثالثه فوقيه. ده هنا مثلا السلوتيب، هنا مثلا حتى السلوتيب العادي، ودي دبابيس الدباسه. ودي برده شكل برده بستخدمه لما باجي ازين ولا حاجه، بحط الاشكال دي هنا، ده اخر شكل عندي. هنا مثلا الحاجات الدانتيل اللي ممكن ازين بيها، ده دانتيل ابيض، ده دانتيل بامبي، ده شريط كده سيلفر ممكن ازين بيه، ده شريط ساتان فوشيا. فجايباهم حطاهم عشان استخدمهم باذن الله في اعمال على القناه، فدي بتنظم لي الحكايه بدل ما يبقوا متكركبين. هنا مثلا بحط ده، بيلزق بساعات بحتاجه، غير لو عندي شمع تمام، ما عنديش ممكن استخدم ده الزق بيه اي حاجه. معاه مثلا ابر الخياطه والخيط، ابر خياطه تاني اهي. فده هيبقى منظم حلو جدا، يجمع لك كل الحاجات دي بدل ما تبقى متنطوره هنا او هنا، يبقى حلو جدا ويجمع لك الحاجات. فدي برضو كانت طريقه لاستخدام المنظم ده، استخدام كويس وهينظم لك حاجات الخياطه او حاجات التزيين في الاعمال اليدويه. دي برضو فكره تانية ممكن تستخدميها في ادراج النيش، او ممكن في المطبخ، بس انا هستخدمها عندي مثلا، ممكن يعني دي بالذات عشان المعالق اللي هي مذهبه دي، فدي طبعا بتحط في النيش لما مثلا ضيوف بيجوا او حاجه، وعشان في المطبخ ما يجيش عليها ميه او كده. ممكن بقى العاديه اللي احنا بنستخدمها نحطها برده في نفس المنظم ونحطها في المطبخ، بس دي انسب لو انت حاطه فيها الطقم المذهب. طبعا انا لسه هكمل، بس انا قلت عشان الوقت يعني ما يكترش وكده، قلت اخلص الكميه دي اللي هو الشوك. حاطه هنا شوك، حاطه معالق صغيره، في معالق صغيره خالص اللي هي بتاعت الشاي،
طبعا لسه في كمالاتها برضو، ودي برضو الحاجات الصغيرة اللي هي بنمسك بيها الجاتو او التلج او كده، ودي اللي هو ايه زي يعني مغرفة الجيلي او حاجة كده صغنونة. فممكن تحطي الحاجات دي برضو في المنظم ده، يبقى مسهل عليكي الحاجة ويعني مخلي الحاجة سهلة عليكي. دي كانت فكرة. تعالوا نشوف الفكرة اللي بعدها. الاستخدام بقى ده لأي حاجة انت مش لاقية مكان ليها، يعني مثلا استخدام متنوع كده، البواقي اي حاجات لحاجات مش عارفة تحطيها فين. مثلا هما طبعا 4 تقسيمات، هنا حاطة مثلا الكبريت، انا على طول بستخدم الكبريت، وحاطة كمان ولاعة. تمام، الكبريت احطه هنا بعيد طبعا عن المية وكده والمطبخ عشان ما يبص. دي مثلا حاطة فيها المشتركات بتاعت الفيش وكده، عشان لو احنا مشغلين مثلا اللاب او مشغلين حاجة تانية معاه. ودول كانوا شمع كده معطر كنا جايبينه، فهو دلوقتي موجود، ساعات بنطلع نستخدمه وساعات طبعا ايه مش بنستخدمه، فبنحطه هنا علشان ما يديش زحمة. ما تزحميش اي حاجة، حطي حاجتك في منظم زي ده مش هيكلفك اي حاجة. هنا مثلا العلبة دي ممكن تكون موجودة في كل بيت، العلبة دي اللي بيبقى فيها مثلا مسامير، مسامير مثلا لو عوزتي مسامير ولا حاجة. هنا مثلا مفاتيح، في حاجات كده دبابيس مثلا، مش عارفة يعني حاجات متنوعة كده. ودي برضو مثلا مفكات، ده غطا برطمان برضو بنبحث له عن برطمان. ده هنا ده زيادة ده برضو. ودي حاجات مقابض الدراج، فدي مثلا دي كده كلها برضو نظمت. يعني اي حاجة مش لاقيه لها مكان تحطيها في المنظم عشان تتنظم وتبقي عارفه. مثلا ممكن برضو فكره حلوه تكتبي على المنظم من بره الحاجات اللي جوه دي عباره عن ايه. بس تعالوا بقى نشوف الفكره التانيه. دي بقى اخر فكره حبيت اقول لكم عليها، برضو ممكن نستخدمها في تنظيم الشواحن. يعني مثلا دي اللي هي الشواحن اللي هي بيقول عليها الشواحن الايه المجمعه يعني كده، اللي هي التجميعه دي اللي بيبقى فيها كذا كابل، بيبقى فيها كذا كابل كده. ودي برضو الشواحن العاديه بتاعت التليفونات، ده برضو شاحن بتاع تليفون بابانا وكده. ودي بقى الهاند فري، يعني انت ممكن برضو تنظمي الحاجات، لان برضو الشواحن دي من الحاجات اللي ساعات الواحد ما بيلاقيهاش في البيت، فتقومي حطاها في الوحدات اللي هي متقسمه دي. بس يعني هتبقى هتسهل عليكي حاجات كتير. بس ده كان النهارده استخدامنا للمنظمات دي. اتمنى يا ربي الفكره تكون عجبتكم، او الافكار اللي انا قدمتها تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.